أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين اللهم رب الناس أذهب الباس واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباس واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي من تشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس
أو عين حاسد الله يشفيكم، بسم الله يرقيكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، بسم الله يبريكم ومن كل داء يشفيكم، ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين، بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذكم بالله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أذهب الباس رب الناس واشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم شاف مرضانا ومرضاكم، وارحم موتانا وموتاكم، حفظكم الله ورعاكم. اللهم أبعد عنا الداء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم شافي جميع مرضى المسلمين آمين. ولا تنسون من خالص دعائكم والدال على الخير كفاعله، لا تنسوا الاشتراك وفعل الجرس والإعجاب وتعليق بما يرضي الله، وحفظكم الله ورعاكم، وأستودعكم الله ودمتم في رعاية الله.